اجي تشوف اللوز القرقاع ديال الفاخر، شتي القرقاع ديال الفاخر، شتي الفاخر اخويا كيدير كيبري من نهار لقيت على راسي وانا في الفاخر. حنا كنجيبو كنخدمو براس السوق الليمون، كاين ميموزا كاين كاليبشوس عند الناس، ولكن مكنخدموش بيه حنا حيت حنا عندنا كليان ديالنا، فهمتي ولا لا؟ هاي عيدو يخرجوا عندك يقول لك الفاخر عيان ما شعلش ليه، تعيد ولا تنغص؟ احسن حاجه راهو معروف، راه من سيدي حي الغرب اللي هنا عندنا، كيشعل دغيا، كيشد العافيه، ما فيش دخان بزاف، والناس راه عارفين كاع العيالات والرجال اللي كيخدموا به راهو عارفين الليمون راه هو احسن فاخر في البلاد. راه كاين اللي كيبيعوا ب 9 درهم 10 درهم، اللي كانت عنده بحال السلعه راه يبيعها ب 10 درهم وبالفرحات عليه. الناس كتبيع فيه ب 8 درهم مكرفس، ضارب عدى العام في الديبو ومدقدق ومكرفس وصاب عليه الشا وكذا وكيبيعوا ب 8 درهم. وكالبشو 6 درهم، ميموزه 7 درهم. ولكن ما كنخدموش بها خويا، حاجه ناقصه شويه، ما غاتبرعش لك الناس اللي كتعرف كليان ما غاتشرفكش معاهم، فهمتي ولا لا؟ هذا ما كان. الاقبال كيبدا في الاواخر ديال الاخر، ثلاث ايام الاخر ديال العيد كيبدا فيها الاقبال، دابا شويه كيكون واحد الناس اللي قلال، باقي الناس باقي ما شراتش، باقي خاصها تشيط باش تشري الفاخر، خاصها تشري الحوري عاد تشوف الفاخر. الفاخر كاينين ثلاثه الانواع، كاين هذا ديال الكاليبتوس هو اللي رخيص، وكاين الليمون اللي غالي، وكاين الكروش. الفرق بيناتهم هذا ديال الكاليبتوس فيه الدخان ويخلي اللحم فيه الريحه، ديال الليمون والكروش حاجه مزيانه، كيبقى الفرق ديال الثمن ديال 3 دراهم بيناتهم. دابا ديال الكاليبتوس كيدير 6 دراهم، وديال الكروش كيدير 8 دراهم، وديال الليمون 9 دراهم، قليل اللي كيخدم به، اكثر اللي كيخدم بالكروش كيقول لك الليمون، على حساب دابا الجيب، على حساب القدره الشرائيه ديال الانسان واش غيقدر يشري ديال الكاليبتوس ولا غيشري على حتى جوج دراهم في واحد العدد كثير راه حتى هي راه ناقصه عليه، مثلا ياخذ 10 كيلو راه غتنقص عليه 20 درهم، 20 درهم غتزيدو 5 كيلو اخرى. كاين العادي 100 ريال، وكاين واحد اخر اللي كي هو بحال الليمون، وكاين هو ماشي دوريجين، فهمتي؟ دوريجين هو الليمون 8 درهم كيبيعوا فيهم 140، كيبيعوا فيهم ديال الليمون، وكاين هو ماشي ديال الليمون، هذا الليمون هو هذا اخو. فرق بيناتهم بحال اش تقول دابا هذا بخف كيشحال، فهمتي؟ هذا مطلوب كيبقى شاد العافيه وفي اي حاجه، فهمتي؟ الاخر دغيا كيدوي. كاين العادي 100 درهم كما قلت لك، العادي 100 درهم، واحد اخر 140، هذا بعد الدوريجين 8 درهم. اكثر هي العشاق كيموت على الليمون اخو، نشوفوها في العين انا نعرف في الاخر كيدير، فهمتي؟ عرف هذا واش مليح ولا هذا، فهمتي؟ ناضي ما ناضيش. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.